أهلا بحضراتكم مرة تانية، وده معايا فقرتنا الرئيسية الأولى في هذه الحلقة. وزي ما قلت لكم في البداية، هنتكلم النهاردة عن التغذية السليمة في رمضان، وناكل إيه وناكلش إيه، وإزاي نقدر نحافظ على وزننا في شهر رمضان. طبعا هنستنى أسئلة واستفسارات حضراتكم على أرقام التليفونات اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، كمان على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم. هتجاوب لنا على كل الأسئلة دي ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، دكتورة فرح حسين، أخصائية التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك دكتورة فرح. في البداية كده، احنا أول شكوى بيشتكيها الناس كلها من رمضان، خصوصا بقى لنا كام سنة رمضان بيجي في الصيف، إن الناس وزنها بيزيد في رمضان. احنا عايزين نعرف ازاي، كمان لان يعني رمضان بيجي في الصيف، ازاي بيبقى درجه الحراره عاليه، بيبقى عدد ساعات الصيام بتبقى كتيره جدا والفطار قليله، طب احنا بندخن ازاي؟ طيب دايما عندنا قلق قبل ما يدخل رمضان. انا مثلا متبعه نظام غذائي معين، انا بحاول احافظ على وزني، سواء ان انا اثبته او ازوده، او حتى في ناس عايزه تخس في رمضان، انا ممكن اعمل كده. هي بالعكس فرصه كويسه جدا 30 يوم دولت ان انا اغير من عادات غذائيه كتيره كنت بعملها قبل رمضان غلط. تمام. واستفيد، فاجي على اخر الشهر مش هكون ندمانه ان انا زدت بدرجه كبيره، او دخلت جسم مثلا املاح عاليه او سكريات عاليه، لو انا عايزه احافظ على الموضوع ده من قبل ما يبتدي. طيب الفطار، الناس من اكتر العادات يعني عند الناس ان هي بتبدا دايما تاكل حاجات حلوه، يعني حاجات دايما مسكره. الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا احنا عايزين النهارده نقول ازاي نفطر فطار صحي. تمام. فاحنا اول حاجه نتكلم على يعني حجم الوجبه. ثانيا ان احنا هنقسمها اكتر من وجبه صغيره جوه وجبه الفطار، يعني ببتدي بايه وباكل الوجبه اللي بعدها امتى. اول حاجه عايزه ابتدي بيها هي ميه تكون معتدله البروده. تمام. وقت ما مش ساقعه قوي، مش ساقعه قوي، ولا مسكره. مثلا في ناس بتدوب مثلا السكريات في الميه، في ناس بتشرب عصاير تبتدي بس بيحسوا جداً. ان هم يعني عندهم شويه هبوط، لان بيبقى سكر في الجسم بيبقى عايزين فعلا سكريات. جسمنا بيترجم الصيام الطويل دوت ونقص الجلوكوز في الدم الى ان انا جعان، انا عايزه اخد حاجه مسكره. بيبص عايز اكتر حاجه فيها سعرات حراريه موجوده على الترابيزه اتناولها بسرعه. ده غلط خالص. تمام. انا عايزه امهد لمعدتي بعد فتره الصيام الطويله في حوالي 16 ساعه، في بلاد تانية اكتر كمان من 16 ساعه. عايزه اكل بطريقه ما تضرنيش. الصيام في الاصل وفي حكمته ان هو بيريح الجهاز الهضمي، بيريح كل أجهزة الجسم منها الجهاز العصبي طبعا، وغير طبعا على الصحة النفسية والروحانيات. يعني يعتبر زي أجهزة للجسم من حاجات كتيرة داخلاله. عملية الهضم في حد ذاتها عملية معقدة جدا. تمام. فزي ما احنا بناخد أجهزة من الشغل ومن الدراسة، يعتبر جسمنا برضو بياخد أجهزة من العادات السيئة للأكل كمان. طيب نبتدي نفطر إيه؟ يعني أول حاجة ناكلها على الفطار إيه؟ أول حاجة عايزين نشرب كوباية مية ساقعة بس، يعني متوسطة. تمام. لو حد عايز يزيد ممكن يبدل المية دي بلبن كامل الدسم مع مثلا 3 أو 5 تمرات يعني بلح يعني راطب. لو حد عايز يقل أو يثبت ممكن بدل 3 أو 5 تبقى واحدة مع مية مش اللي لبن. عايز يثبت وزنه يشرب لبن كامل للدسم مع 3 لا بلح. اللي عايز يزود وزنه يزود. لا احنا مش عايزين نزود، في ناس كتير. لا في ناس كتير. احنا عايزين نثبت او نقلل. اللي عايز يثبت يعمل ايه؟ اللي عايز يثبت ياخد واحده مع لبن خالي الدسم نص كوبايه او ميه. تمام. اللي عايز يزود انا بنشوف كل الناس برضه. اللي عايز يزود يشرب لبن كامل الدسم مع عدد اكتر من التمرات. مع عدد اكتر من التمرات. طب اللي عايز يقلل بقى، اللي عايز يقلل هياخد لبن خالي الدسم او ميه او ميه بدل اللبن الكامل الدسم، بس مش عصير ومش قمر الدين ومش من الحاجات الاخطاء دي. اللي بنعملها في رمضان احنا بنفطر على عصير اللي هي زايد جدا فيه سكر، او بنشرب قهوه او نسكافيه، او طبعا سجاير على الريق. دي من اخطر الحاجات اللي ممكن نعملها ونكسر بيها صيامنا. معدتنا في الفتره دي بتبقى الحمضيه بتاعتها عاليه جدا. فانا اللي انا عايزه ادخله جسمي بعد هذه المده الطويله من الصيام ان انا اعادل الحمضيه دي بحاجه يعني معتدله او متوازنه او قلويه شويه، زي الميه، اللبن، او العصاير اللي هي
خاليه من السكر. طيب بعد كده بقى حضرتك قلتي ان احنا هنقسم كذا يعني كذا جزء الكذا جزء دول هيبقى فيه بينهم يعني وقت. زي بريك او فتره زمنيه قصيره جدا حوالي 5 دقائق 10 دقائق مش يعني اكتر من كده مثلا نروح نصلي نقول اذكار لو مثلا ممكن نبتدي نوضب السفره بعد ما نكسر الصيام دي حاجه عاده صحيه بسيطه جدا ما هيش تعب هتتحرك بس شويه كده وانت شارب يعني ميه شوية. او انت بحيث ان انا التمر اللي انا دخلته جسمي ده يدي اجهزه جسمي السكر اللي محتاجاه علشان تستقبل الاكل اللي داخلها بالظبط نشطها بعد فتره الخمول اللي كانت فيها طول النهار وخاصه طيب. في الايام الاولانيه طيب. مهم جدا ان انا اعمل بعد كده بقى بعد كده يعني بعد ما نشرب الميه او عايز يشرب بقى لبن او كذا هناكل بقى ناكل ازاي بقى هناكل بترتيب معين زائد ان احنا هنختار يعني هيبقى اختياريين شويه في وجبتنا تمام هنبتدي بالشوربه تمام تكون برضو دافيه لو حد عايز يخس يختار شوربه خفيفه يعني بلاش بقى يبعد عن الشوربات الكريمي او شوربه البطاطس الحاجات دي يبعد عنها في حاجات في ناس بتعمل بس استاذن حضرتك احنا معانا محمد على التليفون محمد من القاهره محمد صباح الخير صباح الخير يا فندم صباح الخير يا استاذه ماء اهلا بيك اكلم الدكتوره يا استاذه ماء اتفضل الدكتوره معاك الله يكرمك سامعك يا دكتوره ازاي حضرتك يا فندم الحمد لله يا فندم صباح الخير اتفضل حضرتك ممكن اسالك يعني انا عندي الكرش طبعا والكرش ده طبعا يعني حضرتك عارفه يعني مش عارف انا اعمل ايه معايا طيب يعني انت طيب انت عايز تعرف تاكل ازاي في رمضان بحيث ان الكرش ما يزيدش ولا ايه يعني خصوصا ان احنا كمان داخلين على شهر رمضان فيعني ممكن طيب اعمل ممكن ايه بس يعني نعرف شويه تفاصيل اكتر عن حضرتك يعني مثلا سنك قد ايه طولك أنا وزنك سني 26 سنه يا فندم سني طولي 180 تمام هل حضرتك بتمارس الرياضه بشكل منتظم في الشهور العاديه لا انا الصراحه ما بمارس الرياضه خالص دي المشكله يعني فانا عاوز اعرف حضرتك يعني ممكن اعمل ايه وانا ما بمارس الرياضه ممكن اكل ايه مثلا الاكل ممكن يبقى ايه خصوصا في شهر رمضان يعني الفطار يبقى بدايته ايه طيب حاضر مفيش ادويه حضرتك متابعها او ماشي عليها لا ولا ادويه طيب. ولا اي حاجه الحمد لله طيب ماشي شكرا يا محمد دكتوره هترد عليك حالا بشكرك محمد سنه صغير قوي على الموضوع الكرش ده هو الكرش ده نتيجه الحمد لله ما بياخدش ادويه فهو مش مرضي فهو نتيجه عادات غلط بعملها في خلال يومي منها ان انا اقعد فترات طويله طبعا من غير ما احرك عضلات المعده بتاعتي منها ان انا اكل بسرعه وجبه واحده في اليوم متاخره مثلا وانام بعدها منها ان انا اخلط السوائل مع الاكل يعني مثلا اشرب ميه في اثناء او طبعا مشروبات غازيه اخطر بكتير اثناء الوجبه تمام فده بيعمل ضغط كبير على المعده لان ضغط السوائل اعلى بكتير من ضغط المواد الصلبه يعني في هيئه الطعام فمحمد حضرتك تنصحيه ان هو يبطل مشروبات غازيه ويمارس رياضه محمد بننصحه ان احنا رمضان دلوقتي فرصه كويسه عند حضرتك وقت يعني في تنظيم في المواعيد اكتر من الوقت العادي اكيد برده مثلا ممكن تكون بتروح من شغلك بدري اكتر تقدر تزود بقى نشاطك الحركي من افضل الحاجات اللي تعملها ان انت قبل المغرب مثلا في الساعتين الاخرانيين اللي هو غالبا ما حدش بيشتغل فيهم تقدر تتمشى حوالي مثلا من 35 ل 55 دقيقه ده من انسب الوقت اللي ممكن تحرق فيه في رمضان كل يوم قبل الفطار كل يوم قبل الفطار بسيطة. تمام ما يشترطش فيها السرعه في الاداء ولا الشده اثناء ممارستي المشي ده لكن عايزين نمشي بشكل متواصل يعني ما نقاطعش في المده في بتاعتي ده ده هيقوي عضلات المعده بتاعتي في الفتره اللي مش داخل لها فيها اكل وكمان مناسب الوقت ده لان انا مش هيحصل لي جفاف نتيجه الحر الشديد اللي احنا فيه لان بيتبعها الفطار على طول الفطار على طول تمام طيب ناخد تليفون تاني مريم الو 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 ايوه يا مريم صباح الخير صباح النور عامله ايه الحمد لله كل سنه وانتي طيبه وانتي طيبه انا بس عايزه اسال الدكتوره على حاجه اتفضلي انا رفيعه جدا اربعه شفتي بقى في ناس عايزه تزيد في ناس عايزه تزيد انا 44 كيلو وطولي 160 ما بزيدش سنك قد ايه يا مريم 20 20 سنة 44 كيلو طولك 160 طيب هل حضرتك شهيتك قليلة ولا بتاكلي كتير وما بتتخنيش؟ لا باكل كتير شهيتك قليلة؟ لا لا أنا باكل كتير بتاكلي كتير وبتحرقي كتير طيب تمام أنت عايزة وزنك يزيد في يعني في خلال شهر رمضان ولا عايزة حاجة عامة يعني؟ عامة طيب حاضر يا مريم دكتورة هترد عليكي حالا
مريم في جاب كبيره قوي ما بين طولها وزنها فعلا. طب يعني ايه بتاكل كتير؟ هي بتقول انا باكل كتير جدا وما بتخنش، وزنها 44 كيلو. ما احنا بنعرف اذا كان في عندنا مشكله سلوكيه غذائيه، يعني سببها العادات الغذائيه غلط او صح، نتيجه الشهيه دي. يعني لو انا باكل كتير وما بتخنش يبقى نتجه برضه ان احنا نشوف هل في سبب ان انا ما بستفادش من الاكل، كميه الاكل الكبيره اللي انا باكلها دي ولا لا. فندور على حاجه صحيه عندها في تحاليلها بالظبط، ادور على الغده الدرقيه، ادور على مستوى الانيميا في دمها، ادور على طفيليات او ديدان مثلا في الجهاز الهضمي، هل عندها مشاكل. مريم كل دي تحاليل تعمليها بقى للدكتوره بتقول تبتدي بيها حضرتك. دي بيبقى ليها اعراض، يعني مثلا لو عندها انيميا هيبقى عندها ارهاق مستمر، هيبقى عندها وشها فيه شحوب شويه، هيبقى عندها صداع كتير، يعني دي بتقول ان احتمال يكون عندها انيميا. لو عندها طبعا ديدان او طفيليات في الجهاز الهضمي فعلا هتبقى بتاكل كتير وشهيتها مفتوحه، لكن برضو حجمها رفيع وعندها تقلصات مستمره مرتبطه بالاكل، يعني بتاكل تقوم مثلا يعني لازم تعرف أو الاول الوزن الرفيع ده من ايه بالظبط. يعني طيب. لو هو مرضي لازم اعالجه تمام؟ عن طريق ادويه وعالج السبب بتاعه. لو هو السلوكي فاحنا مجرد بس بنزود السعرات اللي داخله لها في صوره وجبات صغيره. الشخص النحيف ده عنده مشكله ان حجم معدته صغير جدا، فياكل على فترات وجبات صغيره على فترات متقاربه وجبات وعصائر غنيه بالسعرات الحراريه واكثر من 6 وجبات في اليوم، اكتر من 6 وجبات في اليوم، لكن عاليه السعرات تمام. طيب نرجع تاني للفطار. حضرتك كنت بتقولي شوربه، الناس بقى اللي بتعمل اكل فيه دهون كتير، بتطبخ بسمنه بلدي، مقليات كتيره جدا، خصوصا ان معظم الناس دلوقتي بقت بتستسهل فبتحب تاكل الحاجات البانيه والمقليه. الحاجات دي كلها يعني هي اصلا بتضايق في الايام العاديه في رمضان، الواحد بيحس ان نفسه اتكتم من الاكل. ايوه بالظبط، الحاجات دي فعلا بتبقى مليانه بحاجه اسمها الدهون المشبعه. الدهون المشبعه دي بتسبب خمول كبير، انا بتكلم على المستوى مثلا النشاط والحركه على مدار اليوم، فبتحسسنا ان احنا يعني خاملين وكسلانين مش قادرين نعمل اي نشاط وطاقه. ده غير اثارها السلبيه تاني ان هي ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، تزود ضغط الدم، وفيما بعد لو سبناها تتراكم بشكل كبير تاثر على الشرايين والاوعيه. فهي من ناحيه الصحيه ملهاش يعني محدش مختلف في الموضوع ده. فاحنا لازم نحسن من طريقه طبخنا، يعني الاكل يعني في صورته الطبيعيه نحاول نقدمه بالطريقه دي على قد ما نقدر من غير ما احنا نضيف له بقى الاضافات. نركز على ايه اكتر يا دكتوره؟ يعني مثلا خضار، الخضار يبقى ازاي مثلا؟ الناس بتعمل برضو خضار بسمنه وبحاجات كده طيب احنا وجبتنا المفروض زي فيها رم غذائي او عناصر اساسيه في وجبتنا لازم تكون متوفره، اللي هي بروتينات، خضروات، نشويات، وجزء من الدهون تمام. فاحنا نقسم وجبتنا لاربع ارباع، ربعين من الوجبه اللي هي نصين تقريبا هتبقى في صوره خضروات تمام. الخضروات دي عايزين جزء منها يبقى طازه، يعني في صوره سلطه مثلا على قد ما نقدر. دي طبعا غنيه جدا بالفايبرز والميه والاملاح المعدنيه، وكمان بتزود من احساسنا بالشبع بالظبط. ده نبتدي مشبعه جدا نبتدي بالسلطه يعني الشوربه، وبعد كده نبتدي ناكل السلطات على طول بالظبط، او السلطه الخضراء بقى. اي سلطه خضراء، او اي على فكره ممكن اكل سلطه حمص، ممكن بابا غنوج، بس ما اكونش مثلا مزوده قوي الزيوت اللي انا حطاها، او ما اكونش عاملاها مثلا بمايونيز او حاجه. كل السلطات كويسه في الصيام تمام. طيب ناخد تليفون مدام راندا. صباح الخير. صباح الخير يا مدام راندا، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبه. قولوا لنا نعمل ايه في رمضان بقى؟ نعمل ايه؟ البط والحمام في رمضان، قولوا لنا نعمل ايه؟ هنقول لك يا مدام راندا، انت بتعملي اكل حلو شكلك. انا بعمل اكل جميل ما قلتش يعني دكتوره والله تشرفوني. طيب ربنا يخليكي. بس اصل يعني احنا لسه كنا بنتكلم عن حاجات المقليات والحاجات اللي فيها دهون كتيره. حضرتك بتطبخي بقى ازاي؟ بتعملي حاجات بزيوت وسمنه وحاجات كده؟ بامانه ربنا انا بحب السمنه البلدي. اعترف. انا بموت في السمنه البلدي، فلازم. وبعدين تحسي والله يا استاذه ماء ان احنا طول السنه ما بناكلش في رمضان ده، بنعمل كل حاجه بنبقى مخزنين. احنا عايزين نسال الدكتوره ان احنا نخرج من شهر رمضان ده صحتنا كويسه، وفي نفس الوقت ما يبقاش في زياده في الوزن. ما يبقاش في صحرا فعلا من حرمين او كده وما نحسش بان احنا يعني قصرنا في في الاكل والحلويات والحاجات دي. حاضر يا مدام راندا، دكتوره هترد عليكي حالا.
دلوقتي دي من العادات يا دكتوره ان الناس بتطبخ تقاليد عندنا ان احنا لازم في اكلات معينه مرتبطه برمضان. طيب مفيش مانع منها، لكن بعد ما اخد جانب صحي كبير في الوجبه بتاعتي عباره عن خضار مطبوخ بطريقه صحيه، بروتينز عاليه القيمه، بلاش مقليات، واخلي مثلا ربع وجبتي في حدود الاكلات اللي انا مثلا مشتهياها في الوقت الحالي، واخليها في اخر الوجبه. طب دكتوره في كمان سؤال، معلش، الناس اللي بتاكل مخلل كتير قوي على الفطار، دي يعني في ناس ما بتعرفش تاكل من غير مخلل. طيب المخلل طبعا بيرفع ضغط الدم وبيعمل احتباس للميه في الجسم، ودي حاجه هتضايقنا تاني يوم رمضان، هيحسسنا بعطش شديد. فلو انا المفروض اقلل من المخللات بتاعتي في الايام العاديه، فالاولى ان انا في رمضان اقللها بشكل كبير جدا، لان بلاش يعني منها خالص، لان هي هتحسسني بعطش شديد تاني يوم. وطبعا السنه دي حر جدا وعدد ساعات طويل، وفي ناس بتمتحن كمان في رمضان. فبالعكس ده احنا عايزين نمدهم باغذيه عاليه بالبوتاسيوم. البوتاسيوم ده بيقلل احساسي بالعطش تاني يوم. تمام. طيب الناس بمناسبه بقى احنا قلنا بس موضوع المخلل والحر والكلام ده، الناس اللي عندها املاح، احنا عايزين ندخل بقى على السحور. وهسال حضرتك حاجه كده ما بين الفطار والسحور، بس خلينا في السحور الاول. السحور بقى ان الناس بتفضل تاكل من اول وقت الفطار، مش كلهم يعني، لغايه السحور اي حاجه. وفي ناس لاغيه وجبه السحور، وده حاجه غلط خالص. ده غلط وده غلط. وفي ناس ما بتاكلش، بس بتبتدي ان هي تاكل في السحور اكل ممكن يبقى الاكل بقيه الفطار. ده اكل دسم. طيب. جدا. احنا عايزين فعلا السنه دي نركز على وجبه السحور اكتر من الفطار، خصوصا الشباب اللي عندها امتحانات بقى، وهتدخل امتحانات شهر رمضان، هيبقوا صايمين، فياخدوا بالهم من اللحمه، لان هي دي الوجبه اللي هتساعده تاني يوم في ادائه الذهني، ولو حد بيشتغل وهيقلل من عصبيته. احنا عارفين ان في رمضان مشهوره ناس متعصبه وكده، فبالعكس لو انا عملت وجبه سحور صحيه وميعادها مناسب، انا كده بتجنب العطش والاعراض دي كلها تاني يوم. وجبه السحور يعني ايه؟ تكون صحيه ومتوازنه، يكون فيها نشويات، محدش يشيل النشويات من وجبه السحور عشان يخس، ده مش هيحصل. بالعكس انا اختار نشويات صحيه، اللي هي اسمها بطيئه الامتصاص، اللي هي بيسموها المعقده، كربوهيدرات المعقده. هرجع لحضرتك حالا عشان دي مهمه جدا دلوقتي، عشان انا شخصيا كنت بعمل كده. بس هناخد تليفون عبير. الو الو. ايوه عبير، صباح الخير. صباح النور. لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي حبيبتي، دكتوره معاكي. انا دلوقتي وزني يعني 54، من طولي 55، بزيد مثلا ممكن 56، يعني هو حلو عاجبني، بس طبعا اللي بيشوفني بيفتكرني ان انا خاسه بسبب وشي، هي دي المشكله. انا وشي بينزل بدرجه وحشه جدا، لان انا كنت والده، انا بقالي يعني معايا طفل دلوقتي عنده سنه وثلاث شهور. فلما نزلت جامد قوي من جسمي، رجعت تاني لجسمي، بس وشي بقى اللي مش عايز يرجع خالص. طيب هل حضرتك بترضعي الطفل ولا خلاص؟ لا برضع عليه. برضعي. بتصومي اثناء الرضاعه ولا حاليا الدكتور منع؟ لا انا في رمضان اللي فات طبعا كنت لسه والده، صمت شويه وشويه فطرت، صمت شويه وشويه فطرت، بس رمضان ده ان شاء الله باذن الله هصوم باذن الله. طيب يا عبير، دكتوره هترد على حضرتك حالا. بس دكتوره خلينا بس نشوف الاول موضوع السحور، بعدين نرد على سؤال عبير. اوكي. فاحنا قلنا لازم وجبتها يبقى فيها جزء نشويات مفيد، اللي هو في صوره مثلا حبوب الكامله، العيش زي العيش الرده، عيش الشعير ده متوفر في كل حته، او طبعا الخبز اللي فيه حبوب كامله نفسها. اوكي. تاني حاجه ممكن احطها في اكلي البليله، البطاطس المسلوقه دي بتخلي جسمنا لفتره طويله محتفظ بمستوى السكر بتاعه. أوكي. تمام، وما بتحسسناش بالجوع تاني يوم. جميل. طيب زائد طبعا بروتينات معينه برضو بتحسسني، دي مليانه الياف غذائيه تقلل احساسي بالجوع والعطش تاني يوم. طيب. زي الفول طبعا زي ما كلنا متعودين، بلاش نحبشه قوي. يعني بلاش بقى شطه كتير وزيوت، وبالعكس انا اعملها مثلا خضار. طبعا محتاجين جبن، بس بلاش جبنه مثلا حادقه، بلاش جبنه رومي على الفطار عشان تاني يوم ما عطش قوي. عشان تمام. طيب ناخد معلش يا دكتوره، استاذن حضرتك، هستاذن حضرتك لان في تليفونات كتيره. علا من المنصوره. اي علا. السلام عليكم، ازي حضرتك استاذه؟ ايوه حبيبتي، ازيك؟ لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي يا علا. طيب بعد اذن حضرتك، ازي حضرتك الدكتوره؟ اتفضلي. زي حضرتك، ربنا يخليكي. انا كنت الاول عايزه اتخن، ولما اتخن
جسمي تخن لكن وشي ما تخنش، يعني وشي فضل زي ما هو. عايزة أعرف إيه المشكلة دي أو أحلها. تمام تمام، اهو هو تقريبا مشابه لسؤال عبير. علا شكرا يا علا، الدكتوره هترد عليكي حالا. لا لازم نشوف الموضوع ده قبل ما نشوف نكمل موضوع السحور. يعني علا وعبير عندهم نفس المشكله ان هم وشهم فيه مشكله، يعني مفيش تناسق ما بين الجسم والوش. ده غالبا لو هي زي علا مثلا كانت رفيعه وحاليا وصلت للوزن اللي هي عاجبها زي برضو المتصله الاولانيه، لكن حاليا مش راضيه عن شكل وشها، ده نتيجه ممكن اكون عملت نظام غذائي غير متوازن، فادى ان انا اتخن في جسمي ووشي ما يبانش عليه النضاره او الفيتامينز اللي انا ما اهتمتش فيها في الفتره دي. تمام، علشان وشي يبقى شكله كويس انا محتاجه ثلاث حاجات، ان نسبه السوائل في جسمي تبقى كويسه. تمام. نسبه الاملاح المعدنيه زي الحديد والكالسيوم والزنك يبقى متناسب. تمام. ثالث حاجه ان انا اكل خضار وفاكهه كتير اثناء فريش. تمام، اثناء قيامي مثلا بالنظام الغذائي ده. تمام، لو اثرت في الثلاثه دول لكن اهتميت مثلا ان انا ادخن عن طريق المقليات او الحلويات الكتيره، الحاجات دي هتخني لكن هتزود نسبه الكتله الدهنيه عندي، لكن من غير ما تبين نضاره في الوش او تبين تزود يعني الكتله العضليه. يعني هو الحل للناس اللي وشها بيخس قوي في الدايت ان هي تاكل اهتم بثلاث حاجات، خضار ميه ومية. نسبة المية، فاكهة وخضار طازج كتير عشان اخد الاملاح المعدنية والفيتامينز، وكمان احافظ على معلقتين عسل على الريق الصبح، ده بيفرق جدا. معلقتين عسل. طبعا لو عندي برضو اسباب مرضية بتحسسني ان انا عندي شحوب في الوجه زي الانيميا لازم اعالجها. لو احتجت اخد مالتي فيتامين علشان برضو ده هيفرق في الشكل، برضو احلل والعنصر الناقص عندي اعوض. تمام، بس الفيتامينز يا جماعه والحاجات الحبوب دي مش عشوائي كده، يعني لو سمحتوا نحلل الاول قبل ما ناخدش حاجه من دماغنا. طيب دكتوره معلش عشان وقتنا بيخلص، احنا بس عايزين نعرف يعني السحور بقى اخر حاجه ايه. احنا قلنا عايزين نعتمد على ثلاث حاجات اثناء السحور، الالياف، نزود الالياف على قد ما نقدر، حتى اي حاجه، طبق الفول يبقى مليان خضار، علبه الزبادي او الجبنه اقطع عليها خيار خاص، الزبادي احط عليه شوفان، ده بيحسن جدا من امتصاص المواد الاساسيه في الاكل، زائد ان هو بيحسسني بالشبع فتره طويله. تمام. اهتم باللبن، ده برضو هيعوض منتجات الالبان واللبن في حد ذاته عشان ده هيحسن نسبه السوائل في دمي. تمام. جميل. اشرب ميه على الفطار كتير، بلاش اخد الحاجات اللي هتسحب ميه من جسمي تاني يوم زي المشروبات المنبهه. كلها اقللها، المشروبات الغازيه برضو اقللها، الحاجات اللي فيها سكريات كتير والمخللات هي دي المفروض نقللها على طول بقى. جماعة ما هي فرصه بس. فعلا يعني فرصة احنا دلوقتي نتعود على كده بالظبط. طبعا انا بشكر حضرتك جدا يا دكتوره، استفدنا جدا من المعلومات اللي حضرتك قلتيها لنا النهارده. كل سنه وانت طيبه، رمضان كريم عليكي ان شاء الله. دكتوره فرح حسين اخصائيه التغذيه العلاجيه وامراض السمنه.